بقيت ساكت وما تجاوبنيش. انا بقيت ساكت. انا بقيت ساكت. علاش غنستدعيك؟ علاش غنستدعيك؟ انت عندك أمانة ديال الشعب، انت ممثل الشعب. علاش غنستدعيك؟ ملي كنستدعيك ما كيجي حتى واحد. خطاب ملكي، خطاب ملكي، خطاب ملكي. كنستدعيكم كاملين، كيجيو ثلاثة، وإلا جا الرئيس كيجيو خمسة. خطاب ملكي، وكنستدعيو عندي، وكنصيفط على كل شيء. أنا ما كنلوم حد، أنا كنقول اللي بغا يخدم 26 دابا راه فوزي تابسو بالنظر على داكشي بيناتكم ولا داكشي ماشي شغلي. فوزي تابسو، فوزي تابسو. كاين الطاقات مخيمة في هاد البلاد. البارح 1000 تاع الدراري في المركب، غنتخيلوا 1000 دراري ما كاينش في المركب، فين غيمشيو؟ عرفوا ولاد سيدي شناس سيدي أحمد الضاوي، ها اللي غيتبلى، ها اللي غيدير 1000 بنادم في المركب البارح. أنا خدت قرار على نفسي، وأنا هاد العام، هاد العام شحال واحد أنا اللي خلصت عليه، ماكش باغي نقولها، أنا اللي خلصت عليه المركب. كنعطي نقول له ما تقولش باش يمشي يفرج دوك الطاقات ديالو بلا ما يفجرهم ليا في شي بلاصه اخرى. لا القرار الجبالي، شنو هو القرار الجبالي؟ راه بنادم هو المهم، راه بنادم هو المهم. الصداعات اللي بيناتكم شغلكم، راه بنادم هو المهم. راه كاينين الطاقات الخيرين، كيمثلون في كيف صالح، ما كيمثلوش. انا كيقرا معايا واحد الثانوي، كنقول له ملي كيقول لي ملي ملان مؤخرا شفتو، قلت له مالك؟ قال لي ماكش كنقدر نقول انا من في كيف صالح. ودير الاحصائيات في الثانوي، ثلاثة تاع الثانويات، انا درت الاحصاء، سميت هذه المدينة الأربعة، الأربعة اللي جات في قيد بن صالح. عمار البارح كيتقول من انت كيقول لي من قيد بن صالح، وقالها بواحد عجبني الحال. بركة علينا ما كنهضرش معاك انت صاحبي، علاش كتدير معايا؟ خليني ندير ايه قرار جبائي. انا غادي نخلص على هاد الناس اللي بغا القاعة، انا غادي نخلص عليه من المالي الخاص، وما كيعطيني حتى واحد شي حاجة، غير باش نشوف دوك الدراري كيبان شي حاجة، عنده واحد الطاقة خصو يبجرها، عنده واحد شي حاجة خصو يبينها. أنا غادي نخلص على عباد الله، أنا عهد من نفسي، وتا واحد ما يعطيني شي فرانك. اش عندكم؟ علاش انتخبوكم عباد الله؟ باش تدافعوا عليهم؟ علاش انتخبوكم عباد الله؟ باش تبينوا لهم غادي نقصوا منه، ما كاينش ندبروا موظفين تخلصوا شوية شوية ونخلصوهم. ولكن راه عندكم في هذه البلاد، راه عندكم كنز. عندكم كنز. راه غدا غنجمع باليسي وغنمشي بحالاتي. غدا غنجمع باليسي وغنمشي بحالاتي. فوزافي ان تريزور. بال 12 جهه يكون عندي احسن ممثل واحسن نص مسرحي، وتكون عندي فاطمه الزهراء ابو سعد، ويكون عندي دراري ديال الرياضه السمار ولا البهلوانيه، ويكون عندي كاتب كياخذ جوائز في المغرب، ويكون عندي مسرحي مخير، ويكون عندي اش بغيت؟ اش بغيت؟ كنعرض هذا على عباد الله، انا كنعرض على عائلتي. كنقول لهم اجيو تفرجوا في المسرحيه في الفقيه بن صالح، يشدوا الكار ويجيو يتفرجوا في الفقيه بن صالح. الفخاره لي، عيهضر شي واحد مزيان على الفقيه بن صالح، مزيانه لي، انا كنهضر وكنترعد، انا كنهضر وكنترعد. اجي في ريان ما باغي حتى حاجه، وما باغي والو، نوقف في الكنازه ندير خدمتكم، نمشي للسوق يوميا، نشوف حاله عباد الله، نواسي الناس، ندير، سي با مون ترافاي، ماشي خدمتي، خدمتكم. بلاتي الله عبط، بلاتي الله عبط، بصح انا ساكت. ثلاث سنين و 48 شهر وانا ساكت، خليني نهضر، خليني نهضر. راه جو دو موندريان، جو دو موندريان ما بغيت والو ليا. راه عندكم بلاد مخيره، راه عامل ورقه تاع الهضره مع هذا السيد. انا كنشوف شي حوايج مشيو مع هادو. راه انا قلت راه حبل الوصال بينكم وبين المواطنين راه مقطوع. انا نعلمكم وقلتها لكم في الدوره ديال انتخاب الرئيس. راه عار 52000 مصوت في هذه البلاد ويصوتوا عليكم 11000، راه عار. وإلا سمعوكم هذه الهضره اللي كانت هذا النهار وهذا الصداع الخاوي، غادي يزيد الحبل يمشي. العام الجاي 26 إلا صوتوا 3000 ما تعاودوا هذا الحد. أجو دو موندريان بيناتكم شغلكم كديروا السياسه، جو في با دو بوليتيك. جو في ديما، جو في سوسيال، كنديروا في بلاصتكم. وجون سوي فيير. جون سوي فيير، أنا كنترعد وصعيب. انا كنترعد على الله عاد تعرضوا تسنى يعيطوا لي. علاش غنعيط ليه؟ تي اي ميسيون، راه الشعب مصوت عليه، ما تسناكش تجي في المسرحيه. جايين مسرحيه كانت مؤخرا نهار السبت، لا بلي بارتنا جايين من سوق السبت ولاد زمان، والقاعه خاويه، والمنياري والهدا وكذا وكذا، والقاعه خاويه وفابور. هذا راه كنقولها ونعاودها، الا كان شي جمعيه هنا كيسمع، الا كان شي جمعيه باغا تشري تكري مركب يجي ويكري بالفلوس وانا نخلص.
سلام عليكم. داكشي علاش كنمشي نحضر وديما حاضر ومفرط عليا ولادي مبعد عليا ولادي باش ما يصدعونيش. كنحضر لكلشي راه سي فوتر ميسيون. الله يرحم الوالدين. انا ديما كنحلف وكنحنت كنقول ما نهضرش في هذه الدوره. خليهم امرهم شورى بينهم يدبروا راسهم هذه بلادهم. ولكن كيبقى فيا الحال كيبقى فيا الحال وكنترعب. انا كنقول راني كنترعب وعرفت كامل الداخل وصايم. ما بقاوش شدوا لنا في واحد الحاجه اخرى. الله يرحم الوالدين. نساو هذيك الشركه ديالي. الله يرحم الوالدين. راه حتى واحد ما غيجي. نساو الشركه ديالي. راه في الدار بينا كبيره وما كيجيوها غير بس. راه ما كاينش لا جات راه غادي تقلب على الربح. والربح كثير. ما نساوها راه ما غيجيبوش تقييم صحيح. راه خممنا فيها في المركب ودرنا مع عيطنا للناس راه ما يجي حد. سي اون بوتيت فيل تمشيو بالمسائل اللي عندهم. الله يرحم الوالدين ما تبقوش تقولوا شي حوايج اللي ما غاتحققوش. انا واقع انا جو في ان اون دو تيران. شحال تقول لي ما كنلقاكش في البيرو انا جو في ان اون دو تيران. انا كل ربعة راني في السوق كندور وكنشري حتى نص كيلو البصلة ما كنشريش وكندور في السوق. في كل نشاط كنكون حاضر. ولا ما حضرش نعتذر. وثلاثة الأنشطة في نهار واحد ونحضر ليهم. ما غيصوت علي حد. وباقى لي دومون نجمع حوايجي. لي دومون نجمع حوايجي. أنتم باغي تبقاو بلادكم. ما بغيتش نقول ذاك المثل. ما بغيتش نقول ذاك المثل. الله يرحم الوالدين. رونوفي شويه المستوى، الله يرحم الوالدين. بقيتوا شادين في 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 بنادم بيناتكم ونسيتوا حوايج اخرين. راكم غاديين وكتبعدوا على الشعب. راه غاديين وكتبعدوا على المواطنين. هادشي اللي واقف في الدورات راه ضحكه. كل واحد القرار ديالو انا كنحترمه وما هضرت مع حتى واحد وما قلت له واحد لا يجي لا ما تجيش. حداني اي واحد ما هضرت مع حتى واحد اللي بغى يجي يجي. السياسه ديالكم. ولكن بونسي للمواطن. بونسي للمواطن راه ما باغي حتى حاجه. واحد الوقت قال لي انا تقدمتي ضد مبدع راه تربحوا. قلت له ما نتقدمش انا. قال لك ما تربحنيش. ما عارف راسي ما غنربحكش. الله يرحم الوالدين. راه ما كنقولش هادشي راه 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 كيضر هادشي. راه كيضر. انا ما كنقول لهم اش من علاقه عنده بهادي واش من علاقه عنده بهادي. كلشي عنده كلشي عنده علاقه بواحد في الاخر هو المواطن. كلشي سيدنا دار التنميه البشريه ما دارش تنميه الحيوط ما دارش تنميه السواحل ما دارش دار التنميه البشريه. راه المشكل عندنا بنادم غادي وغادي يزيد الاخر. راه بنادم هو الطاقه. راه بنادم هو الرباح. راه بنادم هو المستقبل. راه غادي وكتبعدوا على بنادم. غادي وكتبعدوا على بنادم المستشارين المحترمين. كنحترم اي واحد وكنهضر مع كلشي الناس في هذه البلاد. راه غادي وكتزلقوا. سمحوا لي شي حيت بحيت وقلت